رغبة شديدة تحدو المهاجم إسحاق بالفضل لاستعادة مستواه الذي عرف به قبل موسمين ونسيان الموسم المخيب الذي قضاه بين الإنتر وليفورنو. موقع كالتشيو ميركاتو سلط الضوء يوم السبت على مهاجم بارما نظرا للجدية الكبيرة التي يتعامل بها مع تحضيرات الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد من أجل إقناع المدرب روبرتو دوناضوني بتوظيفه أساسيا من بداية الكالتشيو. بالفضيل الذي عرف بتهوره خلال الفترة التي قضاها مع بارما الموسم قبل الماضي لأسباب أرجعها الإعلام الإيطالي إلى صغر سنه، قرر فتح صفحة جديدة مع دوناضوني بالالتزام بتعليماته وتخفيض وزنه مع تفادي المأكولات التي من شأنها التأثير على لياقته البدنية. اجتهاد لفت انتباه الجميع في بارما وجعلهم يتفائلون برؤية إسحاق يقود القاطرة الأمامية للجيالو بلو خلال الموسم المقبل.